في متابعة واستمرار المتابعة لكورونا، وهو العنوان الأكبر والأهم. مجهودات مصر في الشراكات كانت عظيمة جدا من بداية الأزمة. دكتور هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت امبارح عن بداية المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا من خلال حزمة متكاملة بتشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في تصنيعها في حال إثبات فعاليتها. التعاون ما بين الحكومة الصينية ومصر هو الإطار العام، والوزيرة وضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا. أكدت كمان النهاردة هيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل المتطوعين في أبحاث لقاح فيروس كورونا للبدء في استقبالهم في 3 مراكز، هي الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، ومستشفى الصدر في العباسية، ومعهد الكبد.